بسم الله الرحمن الرحيم. كله يبدأ معانا اللايف الجامد جدا يا جدعان. يا ترى عروضنا هتبدأ من اول ايه النهاردة؟ اللايف فيه حبة عروض جامدين جدا جدا بالاسعار القديمة. يلا كده كله يبدأ يجمع معانا على اللايف. كله تمام؟ لا لسه مفيش حد جمع معانا. لسه. يلا كده كله يجمع معانا. كله يبدأ يجمع على اللايف ده. هنبيع من أول كام يا شناوي؟ تسعة وتلاتين جنيه. انتوا متخيلين؟ طقم ديزني. طقم الديزني يا جماعة ب39 جنيه. انتوا متخيلين العظمة ده؟ مريم 39 جنيه. الحلويات شايفين الجمدان. فارس مساء الخير. التسعة يا جماعة بدوي عباية جميلة زي الإسدال الأسبوع اللي فات. ما دي أخت بقى بتاع الأسبوع اللي فات. بالتسعة. يلا كده كله يبدأ يجمع معانا. عايزين كده الناس تبدأ تجمع معانا اللايف بتاعنا. تسلمي، ربنا يبارك فيك، منورة معانا اللايف. وموجود بكميات. ناس فين يا جماعة؟ عرض التسعة وتلاتين جنيه. ناس فين يا جماعة؟ ناس فين؟ عرض التسعة وتلاتين جنيه. أحمد شاهين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور معانا. بص الشغل بقى، السعر ده مش هتسمعوه تاني. عرض كام؟ 39 جنيه. والسعر ده اللون ده جامد عليك يا ريق. اللون ده جامد. مريم ابراهيم، والسعر ده حبيبتي يا مريومه، انا اللي مختار اللون ده. والسعر ده لا ما عادش فيه. عاصم عمر ما عادش فيه اسدال نبيتي. والله والله ما عادش فيه. مش هتسمعوا السعر ده تاني ولا تالت ولا رابع. عرض ب 39 جنيه. شغل ديزني يا جماعه، شغل استيراد. الخامة قطن رب، خامة كويسة جدا بالنسبة طبعا للسعر. الشغل كله بتيكيتات زي ما انتم شايفين. شغل استوكات ب 39 جنيه. بصوا العظمة، بصوا العظمة. بيجي لك الدستة كده. روح تسلم، منورة معانا. مقاساته ايه؟ من سنة لثلاث سنين. من سنة لثلاث سنين يا مريم. من سنة لثلاث سنين. والله يا عاصم عمر ما فيش ولا قطعة اسدال، ده هم دول معمولين مخصوص يعني. بصوا اكبر مقاس اهو. عايزه اسدال زي ده اسود. الناس كلها والله عايز مقاس اهو. في منه اولادي يا رهام. لا ده بناتي. ده بناتي بس. ده بناتي فقط. لغير مريم بتقول لك هو كله اسود. لا في سيريهات فيها الوانات. انت وحظك بقى. انت وحظك. بس الاغلبيه اسود يعني. بس الاغلبيه اسود. اغلبيه اسود يا مريم. ابيض. اغلبيه اسود وابيض. شوف بقى الجمدان، اوريكم مصري كمان. في منه كمية كبيرة يا جماعة، في منه كمية كبيرة جدا. يا جماعة ما يسواش أساسا والله تمن، والله ما يسوى تمن. ولسه في حاجة ب 39 جنيه. بصوا وما عادش هيتكرر تاني. ما عادش أساسا موجود. دي بيعة. في ألوانات أهي. بصوا بس أنت وحظك. أهو. أنت وحظك. أنت وحظك ب 39 جنيه. طقم اطفال كامل. محمود ماشي، ابعتي بعد اللايف على طول. مساء النور، انا ابو الحسن، منور معانا. كله يلحق عرض ب 39 جنيه. لو خلص انا مش مسؤوله ان هو خلص. كميات مفتوح لحين نفاذ الكميه. طب موجود كميه قد ايه يا شناوي؟ موجود. امال الناس فين يا جماعه؟ ما حدش فين الكومنتات؟ الناس نامت ولا ايه؟ ولا في ترنجات اولادي سن سنتين؟ وصل ترنجات لاولادي وهنعرضكم. هنعرض دلوقتي يا مريم، هنعرض. شغل المصايف، الشغل ابو بلاش، والاسعار دي كلها قديمه. ربنا يكفيكم شر الاسعار الجديده. ربنا يستر والله. 45 جنيه. 45 جنيه. 45 جنيه. سعر رحمه قديم. مساء الجمال. سعر قديم. منوره معانا يا رحمه. طبعا مقاسات من سنه لحد ثلاث سنين او اربع سنين اهو. ده اصغر مقاس. ده اصغر مقاس. بكام يا شناوي؟ ب 45 جنيه. عامل زي المريخور. عايز اجي احجز يا ريري، تقولي لي خلص. لا الحقي بقى قبل نفاذ الكميات. الحقوا قبل نفاذ الكميات، لان القصات الجديده باسعار تانيه.
القسطاس الجديده باسعار تانيه، وزي ما قلنا اللي هياخد دلوقتي هو اللي كسبان. ايوه. نيجي بقى لك الكاش التحفه ده، فستان بمقاساته 55 جنيه، 55 جنيه يا جماعه. ومحمود منوره معانا والله، نجلاء زهران ما شاء الله منوره معانا، مساء الخير. شايفين المقاسات بسم الله ما شاء الله، مقاسه حلو قوي، مقاسه يلبس لحد 8 سنين مرتاح. الناس فين يا جماعه؟ الناس فين؟ شايفين العظمه؟ ايوه كومنت كده لايك اي حاجه. طيب الناس كده تتفاعل مع اللايك. تتفاعل كده. 55 جنيه، 55 جنيه القمر ده. نيجي بقى على العظمه اللي عليها الدور، اخر كميه من الفستان اللي ب 35 اهو، الفستان اللي ب 35 جنيه. قط ده. قط تحفه. ده المستورد مقاسات ب 35 جنيه. طقم اللي ب 39 بتقول خامته ايه؟ قطن ريب يا جماعه، قطن ريب بشغل ديزني بواقي تصدير. والله ما بلغت، اللهم بشهد، يا الباعه هتخلص محدش حد يسالنا عليك. ب 39 جنيه مش هتسمع السعر ده في اي حته. مش هتسمع السعر ده. ويبقى الامل الاسدال اللي عليكي موجود؟ لا. لا يا جماعه. ومازن مساء الخير. لا يا جماعه. محدش يسالني على الاسدال اللي عليا ده. انا كنت مصنعه مخصوص اساسا. بصوا الجمدان. ام محمود بتفاعل، هو ياكش تتفاعل معايا انت بس في المشهد. الخروج 150 جنيه. مش انت هتبعتي بقى الاستاذ احمد، الاستاذ احمد هو اللي يتفاعل معاك في المشبك، انا ماليش انا دعوه. الخروج اللي 150 جنيه لبناتي اهو، 150 جنيه يا جماعه، 150 جنيه. طقم ثلاث قطع زي ما انتم شايفين، حاجه كده عظمه. احنا بدانا بالاطفالي لان الناس طالبه الاطفال اهو. ناس كتير طالبه الاطفال اهو، وكمان الاطفال الولادي وصل، هنعرضه لكم دلوقتي الاطفال الولادي. وبقى الجمدان بقى شايفين العظمه، عامله لكم الدسته، الدسته دسته بنت ناس، عامله لكم الدسته دسته بنت ناس. الاطفالي اللي ب 115 تكرار معانا والله، الناس اللي ما لحقتوش هو اعلى من كده. بصوا الجمدان بقى، بصوا الجمدان بقى ما بيعدش اهو. مقاسات 4 6 8 10 4 6 8 10 ده الاولادي، الاولادي اللي الناس هبلتنا عليه وصل اهو. قطن 100% يا جماعه، قطن 100% ب 115 ب 115. ده مقاس 8، ده مقاس 8 في لحد 10 سنين. بصوا المقاسات حلوه جدا، مقاسات مظبوطه، خامه قطن يا جماعه. الناس اللي هبلتنا على الاولادي وصل، والاولادي بيخرج بالدسته، الاولادي بيخرج بالدسته. عايزين كل ده على التليجرام. زهره الصبار بتقول لك ايه يا جماعه؟ والله بنحاول ننزل بس الحاجه بتخلص اول باول. ده كل ده ماشي، هننزل لكم النهارده جزء على التليجرام. بصوا ده اصغر مقاس اهو، اللي هو مقاس 4 سنين، حاجه كده عظمه ب 115 قطن. نور الشمس منوره معانا ب 115 قطن، 115 والسعر ده مش هيتكرر تاني، السعر ده مش هيتكرر تاني. دي بقى العظمه اللي عليها الدور. بصوا الطقم القمر ده، بصوا الطقم العسل ده، بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الشياكه. ده السري بتاعه ثلاثة، ده السري بتاعه ثلاثة، حاجه كده عظمه، مقاساته حلوه قوي. شايفين؟ شايفين كل شغل رجالي. بصوا الجمدان مقاساته لحد 4 سنين. هو لسه حد في، لسه في هنا بنطلون رجالي؟ في بناطيل رجالي، في بناطيل رجالي. بصوا بقى الشغل المستورد وجماله وطعمته وشكله. سلام نور الشمس. بصوا السري بيجي لك. السلام عليكم، يا ريت صور لكل موديل. بصوا العظمه ده بكام؟ حاضر. العظمه ده، حاضر استاذ وجدي، العظمه ده ب 45 جنيه، العظمه ده ب 45 جنيه، ويا تلحق يا ما تلحقش. الخامه التحفه دي ب 45 جنيه اهو، حاجه كده قمر قمر قمر. بصوا بيجي لك السري كده زي ما انت شايف، ده كفايه شكل الشماعه، والله العظيم كفايه شكل الشماعه. بصوا الجمدان ب 45 جنيه، اسعار قديمه، اسعار قديمه. الفستان، الفستان اللي ب 25 جنيه، اخر مره هتسمعوا السعر ده، الفستان اللي ب 25 جنيه اهو يا جماعه، عشان الناس اللي قاعده تسالنا عليه. الفستان اللي ب 25 جنيه، مش هننزل صور تاني على التليجرام ليه. نيجي بقى البناطيل الرجالي اهي، قبل ما انسى الناس اللي بتسالنا على البناطيل الرجالي، البناطيل الرجالي يا جماعه، مكان البناطيل الرجالي اخر كميه ب 110. الناس بتسال عن المكان بتاعنا، العنوان، الله عنواننا محمد ده جديد، استنى الرسم ده اول مره اشوفه. طب يعني هنعمل ايه يعني؟ وجيب هنا
حلوه دي. نستنى نعمل يلا يا بخت اللي هياخد السيريهات دي. 110 ما هوش كله جاب يعني. 110 اه مش كله، هو حظوظ والله. هي نوايا ناس بتسال على العنوان بتاعنا، عنواننا دمياط والروضة شارع الحصار مصنع اولاد الشنيان. ورقه العنوان جامده اهي. لا العنوان مش ثابت. تسال على عنواننا، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي يا جماعه. اللي عايز ينورنا من اي مكان في مصر، اللي عايز يحجز ارقام الحجوزات، بنفتح الجمعه بعد الصلاه، الجمعه بعد الصلاه تمام. والحقوا العروض، الحقوا العروض قبل ما تنزل الكميات. ام زياد البرمودات بالله على السلام، البرمودات في الرسمه دي وفي الرسمه دي، في الرسمتين، في الغوامق برضو البرمودات، وفي البناطيل، البناطيل بتاعتنا اللي ب 37 ونص، البناطيل نيجي بقى للعروض الجامده جدا. نبدا بالازدالات ولا نبدا بايه؟ نبدا بالزبده. ماشي ابدا بالازدال. انا عرض لكم الازدال التحفه ده يا جماعه. احنا جايين بكره ان شاء الله، هترجلنا تنورينا طبعا. استعجلي في لبس العيد يا رهام. طب مش لسه المكن. لبس العيد يا جماعه على المكن ان شاء الله، الاسبوع الجاي او اللي بعده هتلاقوا شغل العيد ان شاء الله. انا عامله لكم فين البيجامات؟ لا ما البيجامات، ما احنا قلنا البيجامات بقى اللايف اللي فات بقى. قصدكم ايه البيجامات الفايبر دي؟ في لايف لوحدها يا جماعه، دي في لايف لوحدها ان شاء الله. البيجامات الفايبر هنعمل، يا لسه جايه في الطريق والله يا مريم. لسه ما استلمتهاش. هنغير من تشكيل، اه هنعمل فيديو من التشكيل بتاع البيجامه. ممكن في اخر اللايف نوريهم. احنا لا لا المكان لا لا ما تظبطش. ماشي. بصوا رسمه الاسدال التحفه دي، في الرسمه التحفه دي، وفي رسمه التايجر اهو يا جماعه. الاسدالات شير يا جماعه، والمنشن يا جماعه، شير ومنشن. اعملوا منشن. طيب اسدالات العيد، اسدالات العيد بكام يا شناوي؟ 195 جنيه الاسدال، 195 جنيه الاسدال اهو يا جماعه. الطبيعه اهو كنت فاتحاه، حلو اللون الكشمير ده، قلت افتحه اوريه لكم. بصوا بصوا الجمدان تحفه، 195 جنيه الاسدال. بصوا بسم الله ما شاء الله الكم واسع ازاي، عامله لكم الكم الواسع. مريم بتقول ما فيش بيجامات النهارده خالص، لسه ما ظبطناش المكان والله، ولسه بقيتها هستلمها النهارده. أنا هعمل لكم لايف، هنعمل لايف كده في المكان جوه على البيجامات الفايفه، على فرشه البيجامات الفايفه. مراسي جديده، دخلنا قصات مراسي جديده، ودخلنا اسدالات فيسكوس، في عبايات فيسكوس وغوامق، في عبايات فيسكوس هوريكم دلوقتي بقى الفيسكوس. اصبري بقى مريم بقى. بصوا العظمه. خليكي بقى معانا لاخر اللايف. بصوا العظمه، بصوا الجمدان، بصوا الجمدان تحفه تحفه تحفه. الشكل الروعه ده يا جماعه، 195 جنيه، 195 جنيه. نيجي بقى على العظمة اللي عليها الدور، العباية التحفة دي. شايفين العباية العظمة دي؟ التايجر العظمة الأمهات، التايجر العظمة الأمهات. الناس عايزة عبايات خروج. لا مش الوقت خالص، لما نشوف بس الأسعار هتستقر على إيه. بصوا مقاس تحفة، مقاس خاص 85 جنيه. 85 جنيه الستر التحفه ده، نور الشمس دي مظبطانا في الشعرات. 85 جنيه والله. طول ما اولاد الشناوي على الساحه مفيش مساحه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حبيبتي والله مدلعنا، والله العظيم مدلعنا. بصوا الجمدان بقى، بصوا العبايه التحفه دي، العبايه التحفه، البلابل. افتح لكم انهم الالوانات كلها اجمد من بعض طبعا، كل شغل الزبده تصنيع الشناوي بفضل الله. تايجر دي خامتها ايه؟ مش زبده؟ زبده، كله زبده، كله زبده. شغل الاسدالات تصنيعنا، شغل العبايات تصنيعنا بفضل الله. دي البلابل شايفين؟ شايفين البلابل اهي؟ اهي البلابل وفاتحه من النص اهي، من تحت، من تحت حاجه كده تحفه، حاجه كده تحفه، ومقاس تحفه كمان، ومقاس تحفه. ودي الرسمه الثانيه، القط بتاعتها اهي، الرسمه القط دي ب 85 جنيه اهي يا جماعه. القط التحفه دي بصوا تحفه، 85 جنيه. نيجي بقى على العظمه ده بقى، انا عايزه اشحن شغل كله مع بعض. العبايه بكاش، ده عبايه وكاش، بدل ما كل شويه بدفع 100 جنيه عشان ورا عبايه. ما احنا عرضنا البيجامه يا جماعه اللايف اللي فات، هنعرفها برضه في الريلز، بس هننزل ريلز. هو لسه انا ما فرشتهاش على فكره. هنعرض لكم برضه اللايف ده تشكيل البيجامات والقطن واحنا معديين. بصوا الجمدان الكاش التحفه ده، عايزين عبايات امهات يا رهام للعيد.
عايزين عبايات امهات للعيد. في عبايات امهات والله، اصبروا على رزقكم. احنا هنعرض يعني كل حاجه في يوم واحد. بصوا الجمدان ده غير الاسدان، ماما عايزين حاجه غير الاسدان. حلو الكاش ده. بصوا الجمدان ده، عبايه من تحت وكاش من قدام، تحفه، عامل زي قصه الفستان. بصوا التحفه ده، نور الشمس مزطره في الشعرات، احلى زبط. بصوا التحفه ده ب 75 جنيه فقط لا غير، 75 جنيه فقط لا غير. انتوا متخيلين حاجه كده اخر شياكه، حاجه كده اخر شياكه كده. لسه في اطفال في اللايف؟ اه الولادي بس ولا ما عادش كده؟ احنا عرضناه كده، دول الاطفال اللي موجودين. كده العروض بتاعت اللايف ده في الاطفال، انما شغل العيد ده لايف تاني لوحده. شغل العيد ده لايف تاني لوحده. انا بوريكم القصات الجديده وقصات المراسي الجديده، اوريها لكم واشكال الاسدالات الجديده اللايف ده يا جماعه، والبيجامات الفايبر اللايف الجاي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، شايفين قصات الاسدالات العبايات بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، كميات كميات بفضل الله، كميات بفضل الله، كميات الوان. الكاش العظمه ده هننزله ده على التليجرام، التحفه. بصوا الوانه تحفه، الوانه تحفه، موارين موار هدير نادية الشيخ، مساء الخير. 75 جنيه الاصفر بتاعه عظمه، الاصفر بتاعه حلو قوي. 75 فيكتوريا. جنيه الفيكتوريا لسه ما جاتش والله، لسه ما استلمتهاش يا ام محمود. الفيكتوريا ان شاء الله على المكان يا جماعه، في شغل كتير على المكان والله. ايه. في شغل كتير على المكان. نزلوا شتوي تاني؟ لا طبعا خلاص، الفيكتوريا صفر، ما عادش في شتوي تاني خالص. هيبقى في لايف يوم الاثنين بيجامات ان شاء الله؟ لا ما هوش شرط، احنا الناس بيجامات يوم الخميس. يوم الخميس، يوم الخميس عشان بس الناس تبقى واعيه معايا الحاجه. انا هكلمكم بس بالله على السلامه ام مسامح. الناس عشان احنا عملنا لايف الاثنين، اجلوا شغلهم، شايفين اجلوا شغلهم ليوم الخميس. كل ده متاجل ليوم الخميس، انتوا متخيلين شغل برقم متاجل شحن لتاني يوم؟ فاحنا ما عندناش هنأجل شغل اي حد، يعني ايه هنبقى اللايف هنخليه الخميس ونعمل مثلا كام فيديو في نص الاسبوع للموديلات الجديده، بس اللايف هيبقى يوم الخميس. ليه يا جماعه؟ عشان ما حدش ياجل لي شغل. استاذه صفاء منوره معانا، ده اخر مره هناجل شغل لاي حد. اللايف هيخلص هنطلع شغل شهر. منوره معانا. لما ناجل ليكي 15 اوردر حرام، اما ناجل ليكي 15 اوردر حرام. كله بقى قال لنا ايه؟ لا ده احنا الشاهد احمد ما عادش في اسدال زي اللي عليها يوم الاثنين، هنسمع اللايف يوم الاثنين وناجله ليوم الخميس، ما عادش في موضوع تاجيل. لا ما قلناش هنعمل لايف اساسا يوم الاثنين. لايف هنعمله من هنا وهننزل لكم الصوره على التليجرام. لايفات مفاجاه بس ايه، الشحن يومي، يعني الشحن عملت الاوردر من هنا خلاص تقفله ونشحنه من هنا. مسامح منوره. وقت الاوردرات دي مضايقاني انا شخصيا يا جماعه، اما ياجل 15 اوردر واكلين مساحه كامله. طب ليه يا جماعه؟ لا احنا هنطلع الاوردر من هنا نشحنه من هنا، نطلع الاوردر من هنا نشحنه على طول. حته التاجيل دي بصراحه كان في ضغط فيها جامد، والناس تقول لا مش هنشحن غير كله على بعضه. طب ليه؟ واصناف تخلص في الاوردرات وناس تيجي المكان ما تلاقيهاش، كل ده عشان احنا حاجزينه للناس التانية. ازدال التحفه ده بقى، ازدال الشناوي التحفه ده. بصوا بصوا كام لون، ده لون الصوره هفتحه لكم. بصوا الالوان عامله ازاي، بصوا الموجي، بصوا الالوان عامله. مرودي منوره معانا. بصوا الالوان وجمدانها حلو، موضوع بيوقف رزق ناس كتير. الوان احلى من بعض. بتقول ايه؟ هو احنا ما احناش ما قلناش موقفين شغل، وبعد كده هيبقى الله في يوم الخميس وخلاص. احنا هنعمل لايف يوم الخميس، يوم الاثنين مثلا فيديو صغير، ممكن فيديوهات بس لايف صغير بس يا جماعه، مش هنحجز الشغل. يعني ايه جدعانوا معانا ليه؟ حته ان انا اوقف شغل، ناس تيجي المكان يبقى الشغل محجوز لناس، وناس تبقى عايزه طالباه. لا بلا، يقولوا لنا طب انتوا بتجيبونا ليه؟ انتوا بتضحكوا علينا. والشغل محجوز والله، الشغل محجوز. مساء الخير، مساء الخير استاذه خيريه منوره معانا. نوريكم بقى يبقى احمد بقى. الجو تلج، معلش احنا بنبيع الصيف، بنبيع الصيف التلج، احنا بنبيع شغل الصيف في الجو التلج ده. ازدال تحفه ما يجراش حاجه، مقاس محترم. بصوا الجمدان، انا هنزل لكم كل الصور دي. بصوا ازدال عظمه، شايفين شايفين الازدال يا جماعه، خامته تحفه، وهوريكم النقشات كلها. بصوا الجمدان تحفه تحفه تحفه. هو بقى الناس بعد ما اجل الشغل ويقول لك كله مره واحده، ما احنا يبقى هو لايف واحد لايف واحد وخلاص بقى. احنا مش عايزين نزعل حد. كل سنه حضرتك طيبه يا استاذه عائشه منوره معانا.
هننزل بس مش هنأجل شغل. ممكن ننزل لكم فيديوهات، ممكن ننزل لكم ننزل فيديوهات أحسن. بس مش حته تأجيل الشغل دي حرام، يتركن لي الشغل ما يتشحنش، ما نشحنش. كل اللي يعمل اوردر ما تشحنش. هيبقى في ترنجات اولادي اللايف الجاي، الله اعلم بقى مريم بقى. في ترنجات اولادي اللايف ده، في ترنجات اولادي اللايف ده. الترنج اللي 115 القطن، عايز الحق يا جماعه. الترنج اللي 115 القطن، محدش يا جماعه يسال على اللي جاي. اللي جاي ده برزقه الله اعلم. تحفه. انا المفروض كنت مستني فرشه عارضه النهارده، ما جاتش. تاخير، هعمل ايه؟ شايفين العظمه؟ لا، وان جت هنأجلها الله يفيدك. مسامع بتقول لك ابعت الازدال اللي انت كنت لابساه الخميس اللي فات. اه ماشي. ازدال اللي من العظمه ده، بصوا دي رسمتين، رسمه وريناها لكم. الرسمه الثانيه اهي، ابعت له الرقم بتاعنا. الرسمه الثانيه المنقطه ودي الرسمه الثالثه. كل الرسومات التحفه دي بكام؟ 95 جنيه الازدال. 95 جنيه الازدال. انتوا تنورونا، تنورونا. جميع انواع الازدالات فيك يا مصري موجوده. بصوا دي رسمه ثانيه تحفه. الريشه ما بنلحقش. الناس اللي بتقول احنا نعمل لايف واحد نعرض فيه كل حاجه، مش هنلحق. مش هنلحق. هياخد وقت طويل. المشكله ان الناس تحجز وتقول سيب اليوم الخميس. طب لازمته ايه بقى؟ التيشيرتات، لا التيشيرتات لسه مستنيه والله تحت التصنيع يا استاذ وجدي. احنا قلنا ننزل اثنين وخميس. تيشيرتات تحت التصنيع. تيشيرتات ان شاء الله. يا جماعه يا جماعه، احنا في ضربات في المواعيد غصب عن الناس، عشان في نقص في القماش. تمام؟ محدش متوقع احنا بنجيب بايزة. الشغل ازاي والله؟ الدنيا بايظه. فيعني بجد الدنيا، بس يعني ايه؟ واحدة واحدة. لما كل مثلا اسبوع نعرف ندخل في قصة او ندخل قصتين ثلاثة من حاجة، اللي بنلحق ندخله وبن ايه بنبيعه، يعني بنعرضه على طول. والله العظيم يا جماعة الشغل ما شاء الله موجود. انا هخلص قبل ما اخلص هوريهم والله هوريكم فرشة تملى مكاتب مصر كلها، عشان نبقى على نور. الشغل موجود، بس حتة انا اللي مضايقني ايه؟ اللي احنا عرضنا كل الشغل. طيب الاسبوع اللي بعده هنعرض ايه؟ لازم نقسم الشغل، لازم ننزل بتقسيم للشغل. النهارده ما شاء الله عارضين لكم، مدخلين لكم 12 قصه جديده. حلو قوي اللايف ده، 12 قصه جديده. انا كنت بقى ناويه انزل لكم لايفين في الاسبوع، وعادي كل لايف هتلاقوا تشكيل غير اللي قبله. بس حته ان الناس تاجل شغلها لاخر الاسبوع، احنا ما عملناش حاجه. غالي يا احنا ما عملناش حاجه. يا جماعه هو يبقى لايف، هو يبقى لايف واحد مره. شحن 80 جنيه. لا كل واحد بيحسبها برضو على حسبته. لا لا، تيجي بقى نرجع بقى يقول لك خش الموديل ده وحط لنا الموديل ده، الكلام ده ممنوع. لا لا ممنوع. هو معلش في الكلمة. ننزل لكم فيديوهات يوم هو لايف واحد، وننزل فيديوهات. ننزل فيديوهات وصور. 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 ننزل لكم فيديوهات وصور. الإزدال بكام ولحد كام كيلو؟ 95 جنيه. ده زبدة ما بيكشش ده يا جماعة. ده إزدالات لميه. لميه لميه يا جماعة. بصوا 95 جنيه ده موجود بألوانه. دي رسمة. ألوانه أهي. أنا قلت أعرض لكم الإزدال. بصوا. بصوا الالوان اهو، خامته تحفه، شغل كامل، قصات كامله. تمام. المنقط ده، المنقط. كل ام رودي بتقول لك الشحن ب 70 مش ب 80. كل منطقه على حسب في كل منطقه وسعرها. وفي الرسمه الثانيه دي اللي هي الريشه اهو، دي رسمه الريشه موجوده. 1000 جنيه صعب قوي. نور الشمس تعمل الرسمه الثالثه. ايه ده؟ واحده بتسال لو معاها 1000 جنيه تعمل بيه مشروع. بقول الكلام ده كان من السنه اللي فاتت بقى. النهارده الاسعار غاليه جدا. ربنا خلوه زي شتو. شايفين يا جماعه احنا كل يوم والله بندخل قماش بسعر مختلف قسما بالله، وربنا يقدرنا ونحاول نحاول نعرف ندخل بس على الشغل وعلى القماش وعلى الموديلات. اللي يجي اللي يجي يشرفنا ياخد من اي حاجه بقى. ياخد من اللي هو عاوزه. شايفين العظمه؟ يجي يلاقي شغل لسه داخل، هيجي يلاقي شغل موجود. العبايه بقى العظمه دي بقى، العبايه العظمه دي. طب احنا نعمل ايه طيب؟ مش احنا عندي 100 جنيه والله. ما احنا قلنا خلاص يا جماعه نعمل لايف واحد وخلاص. لايف واحد وفيديوهات. لايف واحد وفيديوهات. عشان ما حدش يتزل اللايف الجاي. اقل كميه شحن عندي 36 قطعه يا جماعه. عشان ما حدش يتزل اللايف الجاي. شكل بقى. ايوه. اهو. بس هنزل لكم شويه فيديوهات حلوين ان شاء الله. بصوا الجمدان، بصوا العبايه التحفه دي، ده انا بسميها عبايه الرقاص. بصوا. والله بتفكرني بتاعت نانسي عجرم كده، اللي هي تبقى مفتوحة من تحت. بص انا عاملها لكم مفتوحة من ناحيتين. غنيطة ونص. ايوه شايفين، والكم المفتوح ومفتوحة من قدام. يعني بصوا ما تجراش حاجة، ما تجراش. عباية تحفة، العباية دي تحفة اهي. عايزين نجيب، عايزين نجيب حد موديل زي. ومقاسها حلوة قوي. عايزين نجيب حد موديل زي. مش هنشيل ذنوب احنا، مش هنشيل ذنوب. بصوا الجمدان اهو. العباية التحفة دي يا جماعة 110. العباية التحفة الكم دي 110.
موجود منها كميات والواناتها كلها تحفة. صح الصور كلها استاذ وجدي تنزل على التليجرام وهو لايف واحد بالشغل وخلاص. هو ده الصح. هننزل لكم الصور كلها على التليجرام. او فيديوهات بقى، احنا ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات على طول، يعني ننزل لكم شويه فيديوهات حلوين والناس تتابعنا بقى ان شاء الله. اه هننزل الصور كلها على الانستجرام، الناس يا جماعه تدخل على الانستجرام والنهارده هننزل الصور كلها باذن الله. وبرده يا جماعه على التليجرام، على التليجرام وانت عندك انستجرام. برده يا محمد اسمعني، لو الناس عايزه ننزل في نص الاسبوع ماشي، بس يشحنوا في نفس اليوم، نشحن على نص الاسبوع. يعني احنا برده لسه بندرس الموضوع، يعني لو هنشحن اللايف بلايفه تمام، لو هنشحن اللايف بلايفه تمام. الكاش التحفه اللي مجنن الكل. هننزل الصور كلها يا جماعه على الانستجرام وعلى التليجرام ان شاء الله. نبعت لكم اللينك التليجرام. اه نبعت اللينك بتاع التليجرام اهو. ابو رماس وريتاج منور معانا. صوت جمدان ده. صوت جمدان ده يا جدعان. مش هيجيب، انا ما بشحنش اونلاين للاسف. بصوا الجمدان نور الشمس ما بطلعش اونلاين عشان ما حدش يختار لي لون ومقاس. ب 60 جنيه، ب 60 جنيه العظمه ده تحفه، تحفه حرفيا تحفه. بصوا احنا عاملين منه الرسمه دي والرسمه دي التايجر والرسمه الثانيه دي اهي. بصوا الرسمه دي عامله ازاي؟ كله ما شاء الله. مروه منوره معانا. 60 جنيه الحمد لله. 60 جنيه اسعار قديمه. 60 جنيه. تمام هننزل الصور النهارده يا مريم باذن الله. حاضر هنزل لكم الصور النهارده باذن الله. هنزل لكم الصور النهارده ان شاء الله من غير مقاطعه. بصوا الشياكه، بصوا العظمه، بسم الله ما شاء الله. العبايه الجامده دي دخلنا منها اصلا النهارده، دي ترند معانا يا جماعه، دي ترند معانا. تصنيع الشناوي دي فين؟ الكاشات الطويله بتقول لكم مسامح. ايه فين الكاشات الطويله؟ الكاشات هنعرضها دلوقتي، اصبروا على رزقكم، اصبروا على رزقكم. شايفين؟ شايفين العظمه؟ احنا مدخلين لكم النهارده 11 قصه جديده، 11 قصه جديده بفضل الله. شايفين العظمه؟ اهو شايفين؟ مقاساتنا تحفه في العبايه الزبده يا جماعه. نيجي بقى للموديل ده، قصير من قدام وطويل من ورا. بصوا اهو شايفين عاملينها لكم ازاي بقى؟ مفتوح من الظهر كده ومن الوش اهو. شايفين؟ شايفين المقاس بتاعه تحفه. تسلم. شايفين الاستك عاملينه ازاي؟ عايز اشكر احمد الشناوي تعبينه معانا بصراحه. شايفين؟ لا ولا يهمك، حاجه كده عظمه. هدير حسام حاجه كده عظمه. احمد جاله عقده من الزباين. احمد الشناوي عقدتوه. السلام عليكم، عايز اخد جمله حضرتك ازاي؟ ابعت لها الرقم، ابعت لها الرقم، هنبعت لحضرتك الرقم وتواصل معانا على الواتساب. الرسمه الثانيه ممكن سعر الاسدال اي اسدال؟ بتقول ايه؟ سماح ناجي ممكن سعر الاسدال اي اسدال بقى؟ انا ما قعدتش عارف. هنروح لكم اصلا لسه باقي الاسدالات تاني. في تشكيل الاسدال هنوريه لكم كمان يا جماعه دلوقتي. احنا مدخلين كميه اسدالات تكفي مصر كلها قسما بالله. بصوا العظمه ده. تسلم يا مريم. بصوا العظمه ده. 65 جنيه، 65 جنيه، سعر قديم، حطوا تحت دي مليون خط. كاش القصير من قدام محمد وطويل من ورا 65 جنيه، سعر قديم. بصوا مقاسنا، شرفنا استاذ وجدي. بصوا مقاسنا يلبس ل 100 كيلو، شايفين المقاس؟ نورنا، تواصل معانا على الواتساب واحنا تحت امر. الوانات التايجرات اهي يا جماعه. هدير عارفه ان احمد اتخنق من الزباين. شايفين العظمه دي بقى؟ الاسدال النبيتي، لا الاسدال النبيتي ده ما عادش موجود والله. ايه ده؟ كله عايز الاسدال النبيتي. والله يا جماعه احنا مصنعينهم مخصوص، انا ما اشتغلتش فيهم اصلا لسه نادي. هدير بتقول لك الاوردر اللي فات خافت لاحمد يعمل لها بلوك. اذا كنا احنا احمد عامل لنا احنا بلوك. يا جماعه بالراحه، احمد والله خلقه ضيق جدا فوق ما تتخيلوا. فعشان خاطري اللي بيتعامل مع احمد الشناوي والله بالراحه عليه. نفسنا يعني هو عامل لنا احنا بلوك. بصوا العبايه الجامده دي بقى. طيب ابو رماس بصوا العبايه الجامده. كم فراشه ممكن العنوان اهو. اهو الناس بتسال بس على العنوان بتاعنا. سوق العظمه. بصوا الشياكه، ده العنوان بتاعنا، دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي. دي ارقامنا يا جماعه للتواصل على الواتساب. الجمعة بعد الصلاة إن شاء الله. الأوردرات على الأرقام دي قبل نفاذ الكميات، الأوردرات على الأرقام دي قبل نفاذ الكميات. عبد الرحمن نورت معانا حبيبتي.
شايفين العظمة يا جماعة؟ شايفين العباية التحفة دي؟ بقول لك بقى كل تحفة 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 وألوانها حكاية. ادينا حاجة ايه؟ كشمير؟ ادينا يلا شوية حاجات من دي. لا بس ما ننكرش ان الزبون متعب. احمد اتخنق والله. واحنا لسه بدأنا. احنا لسه بنسمي. بصوا الجمدان. تلبس لي كام؟ انهي؟ اللي فات ده. 85 كيلو. ده بقى تلبيس ل 110 كيلو. العباية التحفة النصين دي تلبيس ل 110 كيلو. بصوا في الرسمة دي. وفي رسمة البقر. في رسمة تاني. رسمة البقر اهو. ايوه. رسمة البقر 85 جنيه. النهاردة كله اسدالات. قصة جامدة جدا. تسلموا يا عبد الرحمن. النهاردة كله اسدالات وكشات. والاطفال قلنا الاطفال يا جماعة في الاول. اهم حاجة وقفوا لي بكاش الامهات اللي ان احنا نزلنا صورته الناس هبلان عليه اصلا. بصوا الجمدان. على فكرة يا جماعة احنا والله في حاجات اصلا بننسى نعرضها. يعني بسم الله ما شاء الله في حاجات كتير. تسلم يا ابو رماس. العبايه التحفه دي يا جماعه. عايزين نتوصل بالرجاله ولا ما جاش ترنجات رجالي صافي؟ ترنجات رجالي لا. اللايف الجاي ان شاء الله. اللي جه الاطفالي. الاطفالي هو اللي كل حاجه للجمله 36 قطعه. 75 جنيه العبايه الزبده. مشكلين. 75 جنيه العبايه الزبده الامهات يا جماعه. 75 جنيه. دي اللي عملت معنا ترند العبايه. اه. شايفين؟ كل دي رسومات العباية الزبدة كل دي رسومات. مسامع بتقول لك ابعت لها الاسدال الرصاص اللي فات ده وهي تقبله هدية عيد الام. يغلاش عليك ما يغلاش عليك يا مسامع. ما يغلاش عليك يا مسامع. حلو الاسدالات دي والله. مسامع بتيجي هنا تلف على الشكاير كلها تنقي اللي هي عاوزاها. نوريكم بقى ترنجات الحريمي موجودة موجودة هننزل لسه الصور بتاعتها ان شاء الله استاذ عبد الله مش هنلحق ان احنا نعرضها. في اربع قصات عبايات مراسي جديده انا هعرض لكم الموديلات المراسي كلها واقول لكم ايه اللي جديد فيهم. بصوا الموديل التحفه ده. دي المراسي القطنيه اللي ب 195 جنيه. بصوا العظمه ده ب 195. العظمه ده ب 195. شايفين يا جماعه تطريز العبايه من اول العبايه لاخرها. من اول العبايه لاخرها. وعايزه اقول لكم اللي ما اشتريش يشتري. كل يوم الاسعار بتترفع في الخامات. يعني الخامه دي لو انا بصنعها النهارده هطلعها فوق ال 200 جنيه. لو انا بصنعها النهارده هطلعها فوق ال 200 جنيه. شايفين العظمه ده ب 195 جنيه. اشمعنى انا ولا مره اخدت مشبك منكم نجوى النجار؟ ما تشرفينا واحنا نجيب لك المشبك او نبعته لك في شحن مع الاوردر. شوف. لا تنورنا. تنورنا صح؟ اه انا ما خايفين. في من اللي ب 160 بتقول لك مريم؟ في من اللي ب 160 يا مريم اللي ب 160 من العبايات. بصوا العظمه جميله جدا 195. شايفين تطريز العبايه مش هتلاقوه في اي مكان. مش هتلاقوا تطريز العبايه من اول العبايه لاخرها وعلى الكمام زي ما انتم شايفين. بصوا وعدكم هو بيقول لك في العبايه في العتبه العبايه ب 210. طب الحمد لله 195 جنيه. مش هتسمع السعر ده. لا اقل حاجه 3 دسات في الصفر فتره لحين ما نشتري قماش جديد. احنا يا جماعه اقسم بالله بنوصل لكم السعر فوق ما تتخيلوا. فوق ما تتخيلوا بنوفر لكم سعر فوق ما تتخيلوا. تصدق احنا غلطان ان احنا ما رحناش فتحنا في العتبه دي. هات 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 ولا في المسكي. 195 جنيه العبايه المراسي. بصوا التطريز عامل ازاي. ورق الشجر. الله ينور عليك ابو يوسف منور معانا. اسعارنا مش هتلاقي الحاجات. العنوان بتاعنا اهو. العنوان بتاعنا اهو يا جماعه دمياط الرضا شارع الحصار مصنع اولاد الشناوي. ده ارقامنا للتواصل. تسلم استاذ وجدي ربنا يبارك فيك. روضة منورة معانا ما شاء الله. بصوا بقى اللون الجامد ده. 195 جنيه العباية المراسي القطن اللوكس. 195 جنيه. بصوا بصوا التطريز والشغل عامل ازاي. بصوا الشغل الكم. شايفين 195 جنيه. 195 جنيه. والالوان اللهم بارك كتير. مكرمة منورة معانا. اللهم بارك. بصوا الالوان. بصوا اللون ده. بصوا اللون ده. الوان ما تعدش ورايا الوان. العبايه مقاسين. مقاس ل 85 كيلو ومقاس ل 110 كيلو. 195 جنيه العبايه. 195 جنيه العبايه. بصوا الشياكه. بصوا اللون ده. بصوا الكحلي الاسود. 195 جنيه.
195 جنيه وكل يوم في قصات جديده، كل يوم في قصات جديده من المراسي اهو. بصوا العظمه، بصوا الشغل عامل ازاي، بصوا بصوا الكم ده، الكم في الظهر وده الكم في الوش. التطريز تحفه، الشغل عالي قوي، 195. الخامه قطنيه، الخامه قطنيه تحفه، اعلى خامه مراسي في السوق كله. بصوا بقى دي جديده قوي القصه دي، انا هوريها لكم القصه دي، يا لهوي على اللون الموف فيها اهو. دي من القصات الجديده يا جماعه، 195 جنيه. بصوا في ازدالات قطيفه، لا ما عادش قطيف، شايفين الروقان كله صيف، ما عادش فيه شتو خالص. شايفين الروقان يا جماعه، شايفين روقان الحته، تحفه تحفه. شايفين المقاسات عامله ازاي، هي دي زي اللي ب 160. لا مريم بتسال يعني، مستحيل طبعا، مريم عليها اسئله بتغيب غيبتها، ما زالت برضه ما زالت بتغيب غيبتها وبتطلع باسئله غريبه. مريم ذكيه ما شاء الله، ما لا ما بتركزش في الحاجه، ده لو هي اللي زي اللي ب 160 ابقى حراميه يا مريم. يا ابني بعقلك والله العظيم. تسلمي يا استاذه نهى، استاذه نهى بتقول لك انا بفتح اللايف مخصوص عشان اشوفك حبيبتي، ده انت منوراني في اللايف والله. 195 الجمدان، الجمدان ده ب 195 جنيه، عظمه عظمه على عظمه. الالوان طبعا حكايه، الالوان حكايه، وده المينتي جرين بتاعه، انا بحب اللون ده، انا بحب المينتي جرين ده، تحفه. تطريزات العبايه وهم، تطريزات ما وهم، انت خد ورايا وما تدورش، السلام، او دور عشان تعرف اللي احنا اقل سعر في السوق كله. بصوا العبايه العظمه دي، كل اللي انا بعرضه ده ب 195 جنيه. بصوا المقاس عامل ازاي، انتوا شايفين مقاس العبايه 110 كيلو يا جماعه، مش هتلاقي لا المقاس مسك ولا الختام منور معانا في السوق كله. العبايه الترند دي اشتغلناها شتوي يا جماعه، انا عندي منها، كنت لابساها اخر الموسم، مش عارفه هتفتكروها ولا لا، هوريها لكم. بصوا العبايه الاسلامي افتكرتوها، تحفه تحفه، افتكرتوها يا جماعه، 195 جنيه اهو. مريم بتقول لك بحبك قوي يا ريري، مفيش غيري بيزهقك. يحيى المليجي منور معانا يا مريم. 195 جنيه العبايه، 195 جنيه العبايه اللي انا بعرضها حاليا اهو. ايوه لون اصفر ده، شايفين القصه التحفه دي، القصه دي يا جماعه احنا دوسنا فيها دوس ان شاء الله. ابو يوسف منور معانا، الخامه مراسي يا ابو يوسف، مراسي قطن الاهرام، مراسي الاهرام. بصوا بقى على الحته الجايه الجامده دي، دي بقى حته شرايه. بصوا شغل رمضانيات بقى، شغل رمضانيات بقى. بصوا بصوا التطريز في العبايه من اولها، العبايه مش قصيره، العبايه طولها معقول طويلة جدا على فكره، طويله طويله يا جماعه، مش قصيره، مش قصيره على فكره يعني. مفيش حد اشتكى من طول عبايه اصلا، احنا عباياتنا بسم الله ما شاء ايوه الله. بتوع القاهره يتواصلوا ويعملوا اوردر واحد يا ريت. 195 تسلم ابو رماس، هو معانا اللي يجي من الجديده يركب من الجديده الروضه يجي على طول مباشر، الموقف اللي عند الجامعه، الموقف اللي عند الجامعه الغربي الغربي. بصوا اللون الابيض فيها، اوريكم الابيض ده، شغل بقى رمضان بقى، عبايه اللي بقاستك دي بقى شغل رمضانيات. تسلمي نور الشمس. ايوه دي من اللي بكام بقى؟ 195 طبعا. العبايه دي اسمها عبايه شرايح، شرايح. بصوا التحفه، بصوا التطريز، بصوا التطريز بجمدانه، التطريز من اول العبايه لاخرها، تحفه 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 تحفه، حاجه كده جامده 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 جدا. 195 جنيه العبايه. استاذ سماح منوره معانا، بصوا العظمه دي اهو، 195 جنيه. جنة الفردوس فين بقى؟ اللي يجي نور الشمس تيجي منين بقى؟ جايه منين بقى؟ شايفين المقاسات بتاعتنا عامله ازاي؟ يركب قطر منين؟ اللي جاي منين؟ انا لسه مانيش عارف هي جايه منين. تيجي لو جايه من طنطا، من طنطا يركب قطر ينزل حته اسمها تفتيش كفر سعد لفرسكور، ومن فرسكور الروضه. بصوا الجمدان، بصوا كل ده تشكيل المراسي موجود. طب في موديلات، في موديلات ثانيه يا جماعه، بس ده اللي معروض النهارده. كل لايف هنزل لكم 3 4 قصات على القصات الموجوده. 195 من المنصوره، انت ممكن تركبي من المنصوره مباشر من الموقف اللي عند الاستاد، اللي عند عزبه الشال ده، الاتوبيس الجديد
تركبي على طول فرسكور ومن فرسكور الروضه. نيجي بقى للعبالي ب160. تركبي قطر هتنزلي تفتيش كفر سعد ومن تفتيش كفر سعد فرسكور ومن فرسكور الروضه. اللي ب 160 خمس موديلات بس. العبالي المواصل احسن من القطر في الحته دي. خمس موديلات بس في ناس متعوده على القطر بقى. دي الموديلات اللي عرضها لكم دي اللي ب 160 جنيه. ده اللي ب 160 يا مريم. اهو خمس موديلات بصوا ده موديل ده ب 160 جنيه شايفين ده ب 160 جنيه. ده ب 160 جنيه. الاوردر 36 قطعه مشكلين. عشان الناس اللي ما تعرفش سريف الموديل على حسب بقى السريف بتاع الموديل ايه. اهو دي رسمه ثانيه اهو 160 جنيه 160 جنيه. نوريكم في حاجه بقى ان العبايه اللي 160 بتخرج كده. كده. كده بالسته بالسته بيقفلكم. افرد لكم الشكل الاسلامي التحفه ده 160 جنيه. كل اللي انا بعرضه ده ب 160 جنيه يا جماعه. شايفين ده ب 160 نورنا برماس نورنا. العظمه ده ب 160 جنيه اهو. شايفين احنا مظبطين لكم تطريز العبايه. عاملين لكم تطريزات قويه جدا جدا جدا. حلو قوي اللون اللي جبتي ده. 160 جنيه بصوا الجمدان. سكرينات يا جماعه. انتوا تاخدوا كده سكرينات وتبعتوا لي 160 جنيه اهو. شايفين تحفه مقاس تحفه. ايوه 160 برضو الشكل اللي جاي لكم ده حلو قوي. 160 جنيه العبايه مقاس واحد ومقاس اتنين مقاساتهم مرتاحه جدا. بصوا 160 جنيه. اين الكاشات؟ اين الكاشات؟ خلص العبايات ونروح للاسدالات الفسكوت وبعد ما تنساش المشبك استاذ احمد ابعته لي مع الاوردر اللي عندكم باسم مدام حنان شهاب. حاضر 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 هنبعت لك المشبك. حاضر بس ما احناش مسؤولين لو عمل حاجه في الملابس بس انا هبعته وماليش دعوه. 160 العبايات جامده حبيبي ابو الناس. 160 يا جماعه 160 اللي انا بعرضه ده ال 160 لسه اخر شكل منهم اهو. اخر شكل في ال 160. بلاش سكرينات خليها صور بقى زي ما اتفقنا بقى. هتنزلي الصور هو كده كده سواء كده سواء كده احنا هننزل برضو الصور باذن الله. اللي اخد سكرين ماشي اللي صور ماشي. الملحفه اللي عليكي الله ان شاء الله على الشتاء الجديد باذن الله. دلعين الشتاء الجديد بقى جاي باذن الله. يعني عايزين نصنعها ولا ايه؟ تدخل في رقم رقم ما عادتش هتتشدد النهارده ما عادتش هتتشدد. ده موجود احنا عرضنا ده اهو. المنقطه العبايه المنقطه مش عارفه عرضناها برضو عرضناها. لا ما عرضناش دي عبايه. العبايه مش عارفه هم ما حطوش الشغل والله. كل الصور شبه بعضها مقطعه. ده طلع كاش اهو. اه والله طلع الكاش المنقط مش عارفه مين اللي سالنا عليه وقلنا له خلص. شوف ما حاطين كل حاجه في ناحيه. الكاش اللي منقط ده ب 65 جنيه. نيجي بقى دي عبايات مراسي تلات ارباع كم. مراسي قطن يا جماعه مراسي قطن تلات ارباع كم كده زي ما انتم شايفين اهو. 150 جنيه 150 جنيه حلوه دي 150 جنيه تحفه. الخامه قطنيه تحفه الخامه تحفه قطن 100% الخامه تحفه. بصوا الشغل عامل ازاي. ده داخل جروب الواتس. نزل برضو صور نزل صور هنزل صور على الواتس وعلى التليجرام. منزلين الصور دي. العبايه دي 150 جنيه والكميه محموله. احنا عندنا جروب 150 جنيه. بصوا الشغل بتاعها عامل ازاي تحفه. الشغل بتاعها تحفه 150 جنيه 150 جنيه يا جماعه. ده حاجه ده انا مانيش عارف. جروب واتس انت عامله جروب واتس؟ جروب مجمعات الناس. لا يبقى القناه بقى يبقى القناه قناه الواتس بقى. مفيش عندنا جروب واتس احنا فاضيين لجروب الواتس. في قناه يا جماعه على الماسنجر هننزل نبعت اللينكات بتاعتها وتدخلوا عليها ننزل عليها كل حاجه دي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 150 جنيه بصوا شغل قطنيات 100% 100. انت فتحتهم كله؟ لا في تاني والله فتحت. انا بوريهم كذا شكل. انا منزلهم كل الاشكال دي. انا موريهم كل الاشكال دي. شايفين؟ تحفه ده.
ده قصير. ده قصير ده. اه الرسمة دي قصيرة اهي. اللي عايز بقى الرسمة ياخد سكرين. ده بقى الملحفة، وندخل بعدها الازالات التسكوز والازالات العادية، ونروح لكم للبيجامات الناس اللي ما شافتش البيجامات. بصوا الجمدان دي الملحفة اللي بمتين وعشرة. دي بقى اللي ب 210 بقى استاذ وجدي، دي بقى اللي ب 210 اللي هم بيبيعوها هناك في العتب. 200 كيلو 150 كيلو تلبس 150 كيلو. 150 تلبس ايه؟ 200 ده عسل قوي، مش في حزام من جوه؟ اه ليه بس ده اهم حاجه. ده مربع اللي انت عرضاه ده. ايوه مربع مثلث. مهم نيجي بقى للازدالات دي. وصل الثاني الازدالات دي يا جماعه للناس طلبتها والله. وصل الثاني اهي اللي هي اللونين في بعض، تسكوز قطن اصلي. ايوه اه 175 جنيه ب 220 دي سعرها رفع. جايبها ب 220 من سنه والله. هو اللي بيقول 210 كون اتصالات النبي. احنا خوفنا يا جماعه المشبك طبع ممكن خوفنا يعك والله العظيم الهدوم، اقسم بالله خوفنا يبهدل الهدوم. 175 جنيه لانه طبع بعد ما خلصنا اللايف المره اللي فاتت لقيناها طبع على في الورق، فقلقنا قلقنا لا يبهدل لكم الدنيا يزيت الدنيا. انا والله يعني انا غرمان حاجه. ما هو موجود هنا. ما موجود. انا غرمان حاجه. شايفين الازدالات تحفه تحفه. انتوا بس ايه تقوموا جايين كده تنورونا كده واحنا ايه نعمل لكم شويه مشبك حلوين وشويه حلويات حلوين كده. شايفين تحفه. الازدالات يا جماعه بصوا دي الدفعة الجديدة بألواناتها 175 جنيه 175 جنيه. أشكال كلها أجمد من بعض. بصوا الأشكال، بصوا الألوان كلها أجمد من بعض. بقول للناس إيه بكرة الجمعة إجازة تجيب نفسها وتيجي. والأوردرات بدري قبل نفاذ الكميات عشان محدش يقول أنا طلبت ولقيت الكمية خلصت. اطلب بدري، اطلب بدري وحول عربونك. الناس معاها أرقام عربنا ومعاها الدنيا كلها. شايفين دي الإنتاجات يا جماعة. نيجي بقى من الازدالات الجاحده دي بقى. ايوه الملوحه من سوهاج. عارف انا الملوحه دي؟ عارفها انت؟ ايوه الملوحه. عاوز مشبك يا استاذ محمد مع الاوردر. انا بعت لك المشبك يا جماعه. اللي عاوز مشبك مع الاوردر هبعته له، بس انا مش مسؤول لو زيت الهدوم. بس انا ماليش دعوه بحاجه تانية. انا مش هغرم حاجه والله. لا ما عندناش لحمه احنا يا ام سامح بكره. احنا هناكل سمك يا ام سامح. سمك. الفسكوزي يلبس وزن قد ايه؟ 110 كيلو. 110 كيلو ده بقى حاجه كده عظمه بقى من اللي قلبك. ده بقى ستايلات بقى. ده بقى 120 كيلو. ونقشات بقى. بصوا وضع تاني بقى. الكم واسع. الكم واسع فيه دانتيل. الطرحه فيها الدانتيل بتاعها داير ما يدور. الطرحه دانتيل داير ما يدور زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو النقشات تجنن حرفيا. النقشات شايفين طول الازدال؟ شايفين؟ اه ناكل سمك بكره. الازدالات الفسكوز التحفه دي ب 190. بصوا دي رسمه بيجي لكم كذا رسمه. دي كوتشينه. ده احنا كوتشينه. صفا ركزي في اللايف احنا معاك اهو. الكوتشينه اهو. تسلم ابو رماس. نور ده بس انت بس. ما شاء الله الازدال ده اتقل من اللي فات فانا مش قادره اشوف اصلا. شايفين؟ خلينا نركز في اللايف اهو. شايفين؟ المربعات ده 190 190. ورق الشجر ده في الرسمه دي برضو. في اصدار رمضان الجديده. ايه اصدار رمضان اللي هي ايه اصدارات رمضان دي؟ عارفاها يا ارهام؟ شوفوا جميع انواع الاصدارات احنا هندخلها. هات الفوانيس ما شاء الله. اه ده اطفالي. الاطفالي ده هنعمله ان شاء الله. جميع انواع الاصدارات ان شاء الله احنا هنعمله. اصدار ده بكام؟ 190. ده حاجه كده عظمه. ده كم كده واسع تحفه. بتجي لنا منه رسمه واحده اللي هو ايه؟ لا بيجي لك كل الرسمات. لا كل الرسومات. ست اشكال مختلف. لا ده 10 اشكال. لا هو اللي هياخد سته يروح له سته. اللي هياخد دسته كده يعني. بصوا الرسمه دي بقى. اللي عليه فانوس وعيون حرس. بصوا الرسمه دي. والله حرس ده ضيعنا. بصوا الرسمه دي بقى. بصوا. هنعمل منه ان شاء الله. هنعمل منه ان شاء الله. الرسمه دي تحفه 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 تحفه. رسمه ورق الشجر دي تحفه تحفه. تحفة. الرسومات تجنن حرفيا. بصوا الرسومات تجنن 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 تجنن. بصوا الرسمة دي برضو 100 رسمة. 100 رسمة يا جماعة. كل دي رسومات. كل دي ازدالات. لا ولسه 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 بقيتهم هناك اهو. كل دي ازدالات ولسه بقيتهم هناك اهو.
نقاشات تانية يعني. مكملين مدخلين كمية ازبالات تكفي الناس كلها. لا اللي هي لابساه ده، لا اللي هي لابساه ده خلاص. السود دي رسمة تكفى. الخامة فيسكوز. كل ده فيسكوز يا جماعة. فيسكوز معالج ما بيكشش. بيكش ده؟ لا. ما بيكشش يا جماعة. الليلة كلها ازدالات اهي يا ام اسامة، احنا قاعدين نقول اهو عيد الام بقى و يعني اي حد يجي ياخد لك 13 حتة ولا حاجة. هدية عيد الام وهدية رمضان وكله جاي مع بعضه في مرة واحدة اهو. لا غطس من كل حاجة راحت خلاص، ما فيش عندي شتو خالص خالص خالص. ازدال استاذ ارهام معدي ال 400 جنيه، اه معدي والله، والنهاردة والله النهاردة برقم. شحن اسكندرية بكام؟ 70 80 في الرينج ده يعني. انت للملحفه اهو اللي كانت بتتباع السنه اللي فاتت 22، السنه دي عندي شنو؟ محدش معبرني. ليه بس؟ ليه بس يا مسامح؟ ليه بس؟ الاسدال الملحفه ب 210 يا جماعه. ما ده ملحفه الثانيه وبقيته هنا اللي احنا عرضناه. ما ده اللي احنا عرضناه. لا دي رسمه ثانيه. ماشي. دي رسمه ثانيه ب 210 وفي رسمه ثانيه. اسدالات الاطفال، انزالات الاطفال ان شاء الله امتى يا رام؟ ان شاء الله. في جروب تليجرام يا جماعه. اه طبعا. ابعت اللينك اسبوع باذن الله، اسبوع باذن الله. تابعونا يا جماعه، احنا كل يوم هننزل جديد. بس وعد نزلت لكم لايف في نص الاسبوع ما حدش يقول لي اجل الشحن. هتقول اجل الشحن ما عادش هنزل لايفات تاني. شحن هنا 80 90 الثالثه اهي تقريبا يعني. ثلاث رسمات، ثلاث رسمات ب 210. اه كان السنه اللي فاتت ب 220. ابو 220 السنه اللي فاتت، السنه دي ب 210. يلا الحمد لله. الالوانات طبعا بتاعتهم تحفه كلها. الالوانات بتاعتهم تحفه. انت لازم تجيب ستاند والله. والله بجد ستاند. الشناوي الزبده 195 جنيه. دي الرسمه اهي. كل الازدالات 195. دي ازدالات خامة زبده يا جماعه 195 جنيه. هننزل كل الشغل على التليجرام ان شاء الله يا جماعه. ابعت ابعت لينك التليجرام للناس. 195 جنيه. ابعت له كل واحد. لا لا ولا يدنا هنا في اللايف هنا اهو. مش يدنا حاجه. بسم الله ما شاء الله. مقاسات خاصه، اطوال محترمه، حته بنت ناس بالقوي. اقل سعر في السوق كله. شايفين دي قصات جديده. احنا خلصنا الحمد لله شغل اللايف اللي فات ده، شغل داخل جديد اهو. ودي برده 195 جنيه. دي التايجر الصغيره، دي رسمه التايجر الكبيره اهي. والتايجر في صغير وفي كبير. امال ايه؟ دي قصه ودي قصه يا جماعه اهي. ماشي. الفرق بينهم في رسمه القماش نفسها. ومفيش ازدالات 65 كيلو؟ لا هي ليها احزام بقى ضيقي. طبعا يا استاذ وجدي حاضر، هننزل الشغل على التليجرام باذن الله. 195 جنيه ازدالات العيد ورمضان يا جماعه. بصوا تحفات تحفات تحفات. اكد عليهم يا استاذ محمد معلش في صور التيشيرتات البولو والشروال المطبوع. ننزل لكم صور. هتنزل الصور حاضر. والله يا جماعه الحاجه اما بتخلص بنكسل ننزل صور. ما هو عشان لو اتطلبت ما قلناش هننزل تاني. اصلا احنا لو قررنا قصه ما بنطلعهاش بنفس الكاش. الكاش كاش ايه بقى؟ زهرة الصبار وام مريم منوره معانا. يا اهلا ومرحبا بيك. كاش ايه بقى زهرة الصبار؟ هلا وغلا. مين اللي بعت لي؟ هلا وغلا. هلا وغلا بيك يا شناه. هلا والله العظيم. ايوه اللي هلا وغلا. عجبتني الكلمه. نبدا لكم بيها حياك الله. الجايه بصوا الاسدال التحفه ده. بصوا الاسدال الجاحد جدا ده. شايفين مقاساتنا في الاسدال عامله ازاي يا جماعه؟ ملاحف. احنا بنعمل اسدال ملحفه. بحب الحاجه الساده بصراحه. الاسدال ملحفه. في كشات طويله بيسالوا على الكشات الطويله. اه هوريه لكم دلوقتي. ماشي. هوريه لكم دلوقتي. شايفين قصه الاسدال وش وظهر تحفه؟ 195. راح احط ده معاهم. راح احط الاسدال ده معاهم. بصوا الجمدان. بصوا الجمدان يا جدعان. التايجر بتاعنا كل تصنيع الاسدالات بفضل الله شغلنا. بصوا الجمدان. كنت عندكم السبت وتشرفت بمعرفتك استاذ محمد واستاذ احمد وريري. تسلمي. تسلمي ربنا يبارك فيك. منورينا يا باشا في اي وقت. 195 195 195. بصوا الجمدان. احنا ما قلناش عايزين نشتغل الا في الاسدالات بس. عليها ضغط رهيب ما شاء الله. عليها ضغط رهيب.
دي بقى اصدار عاوزين صور الترنجات والتيشيرت والبنطلون الشبابي علشان البيع الاونلاين. عيوني هنزل لكم. حاضر حاضر. انتوا تقعدوا النهارده مع انتوا شاطرين، انتوا بتدخلوا على النت وتجيبوا لي صور. طلبتوا شغل منكم واتاخر وبعد كده قالوا لي خلص. يحيى عبد الله قلتوا ليه؟ طلب شغل منكم واتاخر وبعد كده قالوا لي خلص. اه ما هو ما فيش حاجه الحمد لله بتقعد. فانت بعد اللايف على طول، بعد اللايف على طول، ما تاخرش الدنيا، حول العربون على طول الحاجه بتطلع للناس. يعني في قصات قربت تخلص، بمجرد ما تخلص ما عادتش داخله تاني. بس الاصدارات احنا قررناها، الاصدارات بصوا قررناها 150. هننزل 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 والله. الترنجات موجوده بس برضو لسه انا مستني كمان كذا قصه جايه اهي ان شاء الله في الطريق. هننزل باذن الله الشغل باذن الله. هنوريهم التشكيل يا جماعه اللي موجود. افتح النور، عرفت تفتح النور اللي هناك وتروح الترنج اللي بكم التحفه ده معمول مكركب، ما انتش هتعرفي تدخلي جوه. احنا مش هنفتح حاجه. لا انا ليه فيديو بس، احنا مش هنفتح حاجه. بصوا الجمدان ده ب 100 جنيه اللي بكم، ب 100 جنيه خامه تحفه. تسلم ام خالد منوره معانا. في اشكال اشكال اسدال جديده. اه 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 احمد جمال. اه عرضنا اشكال اسدالات جديده. الكاش التحفه ده بكم؟ الكاش التحفه ده 27 ونص. على سعرنا، على سعرنا اهو تحفه، خامته تحفه اساسا. بصوا انت معاكي فيديو ليه مش كده؟ خامته تحفه. معاكي فيديو؟ لا ده من السنه اللي فاتت كان فيديو بتاعه معدي اساسا، يعني كان معدي رقم كبير. ما نجيبش حاجه ننزل، بس ما عدتش لاقياه. هنجيبه هنجيبه. 27 ونص يا جماعه، 27 ونص. تحفه تحفه تحفه. الكاش العبايه اهي اللي انتوا بتبنتونا عليها. بصوا الجمدان، بصوا الجمدان ده عبايه. اه عامله كده ليه؟ ده قميص امهات، ده قميص امهات نص كم قطن يا جماعه. ده لسه في حاجات ب 27 جنيه. اه كاش اهو ب 27 ونص. اهو حلو قوي ده قطن. مقرنشه كده. هاتي كده يمكن لما تنزلي تلاقي حاجه جديده. لا بس هما ما حطوش الرسمه الثانيه، يا اما حطوها بالصوت. لا دي نفس القصه دي. ما دي نفس القصه، انا مش هي القصه الثانيه. هما شكلين. بصوا ده كان مستورد يا جماعه، ده حاجه قطن 100% يا جماعه تحفه. عبايه بنص كم قطن. قطن يا جماعه تحفه. عامله زي الدرس، عامله زي الدرس ومقاسات، عامله زي الدرس ومقاسات. حلوه قوي يا محمد والله. اه حلو. السمره دي تنفع 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 خروج على جاكيت والله. خامتها قطن تقيله، تنفع خروج على جاكيت يا جماعه. ده شغل ماركه على فكره. على بلطو بقى. ده شغل ماركه. انا مش عارفه سعرها كام. 100 جنيه 100 جنيه. اه. هو بيتسحب جامد لكبار السن ده. اه هو شغل السادة ده يروح لكبار السن على طول. تحفة تحفة تحفة. شايفين؟ واغلبها غوامق، يعني اغلبها اللون بني واسود وكحلي، بس الاغلب البني، يعني اطلب نص دست يروح له 3 بني. بصوا خامة قطن. اللي مش هيفوتوا الحتة دي هيندم، اللي هيفوتوا الحتة دي هيندم. الحتة دي تصنيع النهاردة كسرة ال 150 جنيه. لو بصلناها النهارده كسره ال 150 جنيه. اللهم بلغ. بصوا بقى الناس اللي ما حضرتش البجايم القطن، الناس اللي ما حضرتش البجايم القطن، اللايف الجاي ان شاء الله هيبقى كله بيجامات فايبر. اللايف الجاي كله بيجامات فايبر، مش هنعرض حاجه ثانيه الا البيجامات الفايبر. اهو ده القطان بقى يا جماعه، ده شغل القطان. ابو تماره منور معانا. بصوا ده شغل قطان، ده قطن بقى يا جماعه، قطن 100% ده بقى. بصوا الحاجات النهارده دي بارقام، بارقام حرفيه. ده كاش، كاش ده احنا ما عرضناهوش على فكره، لقيناه النهارده في وسط الشغل واحنا بننزل الشغل. احنا عامل معانا شغل السنه اللي فاتت الكاش ده. اه قطن عن البيجامات التحفه دي. لكرة قطن 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 ده قطن. لا ما بوصلش انا داخل دمياط استاذة نهى، دمياط بيجوا، انما انا ما بدخلش انا جوه دمياط، ما بوصلش جوه دمياط.
قطن يا جماعة، قطن. والبنطلون مقلم زي الصورة بالظبط. هننزل كل حاجة على التليجرام والانستجرام بإذن الله. حاضر ماشي. هو في احنا لينا متابعين على الانستجرام؟ اه لينا متابعين. الهوت شورت اللي كسر الدنيا معانا، الهوت شورت ده هننزل الصور كلها على الانستجرام. في كاش أطول من دي؟ في كاشات أطول من دي؟ اه في، هوريكوا دلوقتي. اهو يا جماعة الناس اللي ما شافتش الموديلات لقطان، اهي كل ده قطنيات، كل ده قطنيات. لا ما عادش فيه ازدالات زي اللي هي لابسها، ما عادش فيه شيتو خالص. والله العظيم ما عادش شيتو، احنا صفينا شيتو يا جماعه، احنا شغالين صيفي، شغالين صيفي. تسلم يا استاذ وجدي، ربنا يبارك فيك. كل ده قطان وما عادتش هتتعمل تاني اساسا. ولا عنا نقدر. اه ما عدتش هعملها تاني. مش هنهود ناحيتها تاني. بصوا الالوانات الزهري واللبني كل ده قطنيات، كل الالوان دي اساسا الوان قطنيات. تحفه طبعا، تحفه بكامل بيجامه، تحفه تحفه تحفه. في موديلات 120 وموديلات مدخلين منها جديد على 135. هنسعر لكم كل الاسعار على التليجرام، محدش عادي يقول لنا كرروا دي بزياده اسعار يا جماعه. لا ما عادش في تكرار خلاص، معلش هتتعمل تاني. شايف البيجامة التحفة دي؟ بيجامة الميكي ماوس التحفة دي؟ تحفة 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 تحفة. كل ده بسم الله ما شاء الله موجود. كل ده قطان. شايفين السلوبيتا القمر دي؟ دي سلوبيتا قطان. شايفين البيجامة القمر دي؟ شايفين؟ عظم على عظم. والموديل اللي يخلص ما قلناش هنكرره عشان الاسعار بترفع يا جماعه، فغصب عننا والله. محدش يقول لي كرري الموديل ده، كرريه السعر هيختلف على طول. بصوا الجمدان كل ده قطان، شغل العرايس بقى والحته اللوكس العاليه بقى والحته اللي الناس تدعلنا عليها اهو، باقل من سعر السنه اللي فاتت والله العظيم. بجامات وزن كام؟ 85 كيلو. 85 مرتاح. في العظمة ده بقى، بقى عظمة على عظمة. شايفين كله شغل بنطلون وكراهات اجمد من اللي قبله. في العظمة ده تحفة. لاكوست. ما شاء الله الموديل ده قرب يخلص، اتنسف. موديل اللاكوست ده اتنسف. اتنسف حرفيا، تونيك يا جماعة. تونيك. الكاش المنقط بكام؟ 65 جنيه. 65 يا مريم. تحفة. تحفة تحفة تحفة، والخامة تحفة. هتدعوا لنا على الخامة، أنا وعدكم إنكم هتدعوا لنا دعوة حلوة على الخامة. شوفوا إحنا بقى بندور لنا ده برضه. كشف كس. وده اللي احنا عرضناه. قط المياو ده. شايفين ده؟ ده كده ما شفناهش. اه ده ما شفناهوش. هما كانوا بيحفروا النهارده. هننزل على الانستجرام كل الكلام ده يا جماعه. يا خراشي يا خراشي يا خراشي. قطع عمر. تلبيس كبير ده برضه. قطع عمر. لا ده احنا عندنا حلويات. بصوا. اكبر من كده، هنكبر البنطلون اكبر من كده. حاجة عظمة. ده مقاسه كبير. ده موجود اهو. الله رمادي بتاعه حلو قوي. رمادي بتاعه حلو قوي. دي بكام؟ 120. 120. في برضو القطة المقطقطة دي. القطة القطن التحفة دي. 120 بيجامات القطن يا جماعة. القطة المشمشية دي، دي جديدة برضه. هنزل لكم الصور دي كده. القطة المقطقطة الجامدة جدا دي. اهو. شايفين ما شاء الله. اخر حاجة بقى الموديل. أيوة. العظمة ده. اخر حاجة. الموديل العظمة ده.
الواناته 11 لون 12 لون بصوا الالوانات الالوانات جامده جدا 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 شوف شياكه شياكه الناس اللي بتسال على عنواننا عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي فاتحين امتى يا شناوي يوم الجمعه بعد الصلاه ويوميا من 11 لحد الساعه 8 بالليل من 11 لحد الساعه 8 بالليل كل يوم تشكيل جديد بيدخل كل يوم تشكيل جديد بيدخل لمسه خاصه منوره معانا الفيديو اللي هننزله لكم على تشكيل البيجامات الفايبر وانتظرونا اللايف الجاي ان شاء الله تشكيل ما حصلش فايبرات فقط لا غير والسلام عليكم.